السلام عليكم ورحمة الله. السلام تلاميذ طلبة أساتذة إلى آخره. السؤال المطروح كل أسبوع، هل سيكون إضراب في الأسبوع القادم؟ واش كاين القراية السيمانة الجاية؟ بكل بساطة كاين إضراب وها هو البيان، البيان ديال التنسيقية الموحدة لهيئة التدريس وأطر الدعم بالمغرب. كيف ما كتشوفوا الأيام، أيام عندنا الاثنين الثلاثاء الأربعاء الخميس اللي هي 13 14 15 و16 نوفمبر من هذه السنة. الاشكال النظريه كيفاش غادا تكون؟ عندنا اضراب وطني انذاري لمده 4 ايام اللي ذكرنا دابا اللي هما 2 3 4 5، مرفوق بوقفات احتجاجيه امام المديريات والاكاديميات يوم الاربعاء 15 نوفمبر من هذه السنه هذه ابتداء من الساعه 10:30. يعني كاين اضراب وطني وغيكونوا وقفات احتجاجيه يوم الاربعاء في المديريات والاكاديميات. بالنسبه للثانوي بسلكيه، الحضور للمؤسسات التعليمية وفق جداول الحصص دون الالتحاق بالأقسام والمكاتب بالنسبة لأطر الدعم. الأطر الدعم يعني غادي يجيو وما غاديش يلتحقوا. بالنسبة للسلك الابتدائي، العاملين بالوسط القروي يعني الأساتذة اللي في الوسط القروي، عدم الالتحاق بالمؤسسات والاكتفاء بإخبار الإدارة، يعني غادي يعلموا الإدارة بأنهم دايرين إضراب. بالنسبة للعاملين بالوسط الحضري، الالتحاق بالمؤسسة ثم مغادرتها بعد مرور ساعة، يعني غيجيو المؤسسة يبقاو ساعة وغادي يرجعوا بحالاتهم. بالنسبة ليوم الجمعة 17 نوفمبر 2023، هنا غتكون تجسيد وقفات احتجاجية لمدة ساعتين بالتعليم الثانوي بسلكيه. بالنسبة للإعدادي والثانوي، الفترة الصباحية كاين حصتين، الحصة الأولى تكون في تكون ساعه والحصه الثانيه كذلك ساعه. نفس الشيء بالنسبه للفتره المسائيه، والعمل بالجداول الحصص ديال 24 ساعه بالنسبه للاعدادي و21 ساعه بالنسبه للثانوي وبالنسبه لاطر الدعم، وتجسيد وقفات مقرره مع الاساتذه بالمؤسسات. اذا الخوت بالنسبه للنضال لازال مستمرا كما ترون، كرامه الاستاذ خط احمر. دونك السيمانه الجايه 4 ايام اضراب، والسلام عليكم.